كيف تقللين من آلام الولادة؟ يتم التعامل مع آلام الطلق بممارسة بعض التمارين الرياضية. يجب استشارة الطبيب قبل ممارسة أي تمرين، لأن بعض التمارين قد تكون غير مناسبة لوضعك أثناء الحمل حتى لو كانت تتم ممارستها بسهولة قبل الحمل. هناك تمارين تساعد على التخفيف من آلام الطلق، ومنها ما يلي: القرفصاء، صعود ونزول الدرج، المشي، تمرين أثناء الوقوف، تمارين على كرة اليوغا. طريقة ممارسة التمارين: القرفصاء، نقف ونفتح الأقدام بمستوى الأكتاف، نمسك حافة الطاولة ثم نثني الركب للأسفل، ثم نعيد فرد الركب ونكرر العملية. صعود ونزول الدرج، يتم صعود الدرج أو نزوله. المشي، يتم المشي بشكل طبيعي. تمرين أثناء الوقوف، نقوم بفتح الأرجل على مستوى الأكتاف ونقوم بتحريك الأرداف من اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين. كرة اليوغا، يتم الجلوس على الكرة والتحرك من اليمين إلى اليسار، أو التحرك بشكل دائري أو القفز الخفيف. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.